واخيرا وصلنا لاكبر بيسين في المغرب كامل، اكبر اكوا بارك. حبس حبس حبس، كيفاش جيتو لاكبر بيسين في المغرب؟ وقبل بعدا كيفاش تعرفتي على ايمن؟ ايمن القوارطي، العلاقه الوحيده اللي كانت بيناتنا هي اننا كنا دي زامي في فيسبوك. حتى لواحد النهار ملي يفوت الكونفينمون يحط ستوري في بيسين ونسولو واش فتحوا لي بيسين. ابري كلكو ميساج يقول لي ان فلوغ من لي فلوغ ديالي طلعوا لي في السوجيسيون، ومن تماك عرف لاشين ديالي. باي ذا واي انا كتفرج في اول فيديو ديالو بحكم كان بارطاجيه في فيسبوك. دينا وجبنا في الهضره تولينا دي فغي زامي، مي غير في السوشيال ميديا. ديما كنهضروا دي زابيل فيديو، ديما دي لايف، وصورنا حتى واحد الرياكسيون في لاشين ديال ايمن. اي اونفان جا النهار اللي نتلاقاو فيه من بعد عام، وديسيدينا باش نمشيو لاكبر اكوا بارك في المغرب اللي يلاه فتح. تجي لعندي الاكوا بارك صافي هنا القنيطره، اجي ندوزو النهار ديالنا عومه كدا منها فلوغ هنايا. واش الدري والدريات، معكم الصالحي في فلوغ جديد. وقبل ما نداو فلوغ، واش مشي دير في السيت اب ديالك؟ جاوبت انا اش ندير اخويا عندي اش ندير شوف عام وانا تنتسنى الدري هاد اللحظه والله باش نتلاقى بايمن. عام باش دابا هضرنا نتلاقى مع صاحبتك، عام ولا كنتسنى وجينا ان شاء الله تلاقينا هنا في قنيطره غنبلبلوها ديال بصح. شوف فلوغ فلوغ بلا ما ندوي، شوف بلا ما ندوي بلا ما ندوي، شكون هو الملك ديال الفلوغ ديال البيسين؟ امين. بلا ما نبقاو نهضروا، فهمتي؟ شكون هو الملك في المونتاج؟ ملك المونتاج وملك الرياكسيون، احسن واحد في الرياكسيون كاين دابا في المغرب. حدهم البنادم كامل دراري بنات، تشوفوا احسن فلوغ في العالم، احسن فلوغ في العالم عندي ان شاء الله وعد ايمن اللي هو غادي يدير لكم فلوغ فرقع، وغادي ندخلوا المعنى هذا الفلوغ ان شاء الله. صحاب لي عرفتي كون كنت ندخلوا اكسنس كون كنت جامعك ما مدري ان شاء الله. دابا غنشدوا الطاكسي ونتحركوا للبيسين، نتلاقاو تماك باش نبلبلوا هذه البصح. اليوم احسن نهار في العالم، احسن نهار. وحنا عاد بيش ايمن فين تصور لكم الرياكسيون. علاش علاش نوريهم شويه؟ علاش علاش خلينا نصوروا شي رياكسيون شي خطيره. شنو نصورو دابا رياكشن؟ صافي سير كاين لابيسين. ويلي ويلي يلا المهم تنتلاقاو في البيسين. واش دخي؟ Here we go again. بالفيلا اليوم. شوف اليوم اصلا خاصني نصنع على مول الطاكسي. ايوا المشكل في الطاكسي. دابا فهمتي، دابا خاصنا نمشيو حتى للسريع اللي لهيه باش ناخذوا طاكسي نمشيو حتى للفيلات وكذا والثاني ناري. طيب يلا نمشيو نطور عليهم فلوق. تلاقاو المهم العشران دابا غادي ناخذوا طاكسي. امين مشغول دابا عنده اعمال. دابا خاصنا ناخذوا طاكسي وما تعرفش دخلوا تعديه. دابا خاصنا ناخذوا طاكسي وارونو. يلا نمشيو الجهه اخرى. خلاص الفيلات الدراري امين دار فلوس. اغير اغير تبغي يسحب له ما عرفت انا يسكن شي لا ولا واحد الدرب بلان ناض. والله يا دري درب مقايقي زوين فيها الناس بحال هيك. احنا دابا في رحله البحث عن محلبه ديال الفوطو. خاصنا نفطروا الدراري دابا هذا باش نتحركوا. عرفتي الروطار ديال بصح كاين سطوريات كذا، ايمن تيصور الفلوغ ديالو اول مره خاصو يطلع شي فلوغ لي خطير. غنقلبوا دابا الدراري على شي محلبه نقصيو داك الشيء شعبي هذا باش نتحركوا للبيسين ان شاء الله. هنا مع التصوير با امين. ايمن غيطلع فلوغ احسن مني ب 1000 درجه. مونتاج احسن واحد المونتاج. يلا الدراري صحة السي ايمن جابنا الاحسن محلابه هذه حاجه باينه قناه يطرا صحتك السي امين. الله يحفظك. السي ايمن بزز برسمنا الطاكسي لقينا طاكسي بزز بزز تمره ديال بصح. واخيرا وصلنا لاكبر بيسين في المغرب كامل، اكبر اكوا بارك. شوف غتدخلوا لا لا فري فري تخليت يبان كبير بزاف. والله العظيم غتدخل قداش صراحه اول مره نجيب شي بيسين كبير كاع هكاك فيش مشينا بيسينات. ما هذا اللي قدامنا دابا باين غيكون هو اخطر بيسين في المغرب كامل اللي صورنا. شوف شوف اخي ايمن بلان هاتا بلان هاتا تسحب لينا تسحب لي الدخله ديال شي تيران انايا. والله لا عندك الحق الدخله دري بحال شي تيرانات كبار دوك التيرانات فاش تبغي تفاطر وكذا حالو. انت شيكيو دابا تشيكيو اللعيبات
وندخلون بالبلو لداخل ياك. واه الدخله كي دايره بحال في شي غار، والله الا بحال في شي غار. نحيدوك ماما ونتوجدوا، عرفتي الطاقه ما كانش عندي الصباح بزاف دابا البلبله. ايمن ايمن هرب عليا في التريب، الله يهرب عليا. لا هربش عليا، احنا ندخلوا دابا. خلصتي ياك؟ خلصتي كنا خلصت مازال. سير لي انت شيكي ودري لي شيكي لهي يا وسين درهم اخي ايمن. يا وسين درهم ايمن خاصي يخرج ما يخرجش اليوم حتى السيد العشيه. حاطين فلوسنا دابا. انا كيفاش كيفاش بغينا في الماكله؟ اول مره ما نهربش معايا الماكله. اول مره ما نهربش معايا الماكله. لا بزاف مرات اخي كاع عباسيه كتقول لي عباسيه. الله يحفظك. شوف شوف ها هما فلوس نخلصوا دابا. قال لكم زعما راه داخلين افابور، وريهم ايمن فلوس اخويا البروف بروف. صافي البروف. فلوغ فلوغ شو تليفوني كي كان هرس عدو شان ولا شان وي كان ان شاء الله اي وي انفان اون تشيكي بديتي الفلوغ ديالك فرونسي شوف ما صورش ليه مع السيكوريتي والعيبات ايمن عرفتي اكتيف المود ديال السنطيحه بدا تيصور معاهم البلباله شوف انايا واا فراس مع كاميرا تصور تصور في الفلوغ وما شفت حتى حاجه حتى دابا نزيد راسي زيد الله شوفوا الدراري والله ما قلتش لكم احسن بيسين بلا والو شوف 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 انا هابي هابي سو هابي فراس ملي تكون يوتيوبر وكذا شي استقبلوك وي عرفتي دخل شي يقولوا دايرين فلوغ وكذا والله الا الدراري استقبلونا مزيان لاشين ديالك كدا وايمن شدات لها بنت في ايدو كان دري ما يشدلكش يديك يقول لك ركب لك براسك والله الا شدات لي دري ادري في ايدو قال لها شحال هذه ما شدات لي شي بنت في ايدو هو راه تكذب عليكم راه غير هاد السيمانه الله صار يسيرف الدري الصغار هنايا غندخلوا ان شاء الله غندير لكم دوره عالميه في البيسين كامل شوف امين هذيك اللي شوف كلشي عند بيسين اليوم راسك واش براسك امين سير سير ما تخافش من الطوبودو اي طوبودو اي طوبودو مرحبا حاطين فلوسنا هنايا واخا نعرف العوم هنا نخرج العوم غير يسوا العوم والله يسنعوا اشوف حاطين فلوس واو دور عاد دور خلا شوف خلا خلا نزكا ميمكنش اي اونفان الدراري وصلنا هنايا البيسين ايمن تانستالينا هنا انا دبرت ليه في بلاصه في احسن ريلاكس شوف احسن ريلاكس دبرت لايمن ها انت هنايا ورجيلاتك ورجيلاتك هنايا تدلاو في الماء سير اخي ايمن سير كيفاش تقصر هكا لا دابا الناس سقلت شي حط راسي من حط رجليك هنا سير احسن فيو هذا هذو هما اللي ملي تيمشيو مسطين تيمشيو مسطين شي بلاصه كلاس شوف عطينا فلوس على عصروه تيديروا الشو عرفتي دابا كلشي تيشوف فينا براسك ملي دخلنا برك ما سوقش انا كاع هاني و ديزا عواجد ما كنشوف النوم ما قادر ايش عادي شوف الناس كيف تلوم وحدي متهوم واللي باقي كل شيء قاضي شوف الناس فين تلوم ايمن الحر مش طالق لنا الحر خويا طلق لنا خويا الروس في المارا ايمن السرحاني نصحى لا باي لا مام باسي امين 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 فضل هذا شادو بغيت له فرافيو وفيس اللي فيش غرق مول البيسينة صغار غينا ورنا الصحافي على سبيس الاخر اللي ما غارقش هذاك وين دونك هذا زعوش عرفتي كي غنعومو انا ركابينا لا ما ضربش راسي تلاحش ما ضربش راسي احتياط باك احسن رولاكس هو هذا بالرجولة هانتوما ايمن صافي راه الشهر ها شحال طلقنا اليوم من واحد تيعرفو وجاي عنده واحد الاول هنا غادي يتبان معنا في الفلوق سيربي ضرب الطرفات حتى توصل شوية عليك غادي تضحك قول لهم شي لعيبة عندك ميزك لا قول لهم يديروا لايك ابوني شي لا ضبط عندهم ضبط عندهم واش نو؟ انت جيت تحري مرة صاف؟ حاول راحو، غادي تقول معنا في بلوك. ها؟ اجي اجي. قول لهم يديروا لايك وابوني.
واش رايك؟ احسن حاجه فاش تلاقى بشي واحد بحال هكا صغير وتتفرج صافي هذاك هو الربح. شي بنادم شو حيقول كيفاش؟ قال لك ما يمكنش والله دربين على دري فرحان وكذا في الشاب ايمن هذا هو الربح من هادشي كامل. شتي شحال يقول لكم واحد فلوس كذا شتي دوك فلوس راه تيجيو ابار ودوك فلوس تقدر غير تتعاون بهم شي لعيبه بالروجوله ولا تلقى دراري بحال هادو دراري صغار ملائكه و سمع 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 احسن لقطه شو كيدوي فيها امين النهار كامل هي هاد اللقطه هادي بالروجوله هو الربح من هادشي كامل تلقى بدراري بحال هكا مع الموال شو مثلو شي جو عندك شوف احسن حاجه طرا هي انه كتشكل كيجي عند بنادم كيقول لك الصاط داكشي تدير زوين تهرب عليا تاثر عليا فراس انت اليوم في داكشي علاش بنادم اللي بغيت نقول لكم اللي عنده مثلا الشين بحال ما كيلا بادي بحال كلشي يجي واحد يجري عندك شي يجي عندك كذا راه صافي خاص عطيه الوقت تفرحه حتى انت فهمتي الصغار هما اللي شي هما اللي تيهزوا كاع الشين شوف تخيل معايا داك ليك دابا تقريبا شي 20 دقيقه باش دخلنا للبيسين ومازال ما تلاحيت ومازال ما تلاحيت حتى صافي دخلت شي بيسين حط فلوسك ما غنخرجش صافي ولكن دابا مع تيصور الدراري البروج غير تبرز هذا هو انت غير تصور بزاف وصل ديك الثلاثه كدا خاصني راه غارق لكم اللي ولا شي حاجه هو بيسين زوين غير هو هنايا ما كاينش الغرق انت فان ايمن غيجرب لي طوبوك وغير يرد على العشاء شاشة والله يا وليد تندريالي تاني وليت كتريني عرفتي انا ما كاملش الشهر ويلي والله ماشي كاع ما خبرنا السي علي كانت عنده واحد الفورمه زوينه عطاها دابا مع خصوص شوف خصوص المونتاج يجيب صافي مشى اه والسي امي تستمتع لكم باللحظات ديالو هنايا نوريكم اه تستمتع لكم حيت حيت نوريهم لي صافا حيت السي امي تستمتع لكم باللحظات سالينا القرايه سالينا الباك سالينا العادي ويا ساليتي انت ساليتي انت باقي غير امتحانات بقيتي غير امتحانات شوف راه حسيره فاحل بزاف والله الا الراحه عشان الرولاكس هذا شي تنسى العالم عالم ديك الشيء تنسى شوف ان علقوا العالم ينسى عليك الهم ينسى عليك كل شيء 160 درهم تتنسيك في كل شيء عباد الله 160 درهم نساتك في العالم تتنساش الديس اكتيفي عرفتي شنو دير داك المود ني با ديرونجي صافي دابا الماء مع فيه الكلور جلس جلس ومع مع خفيف كي الزب بانت لي واحد البلاصه دابا واعر انا وايمن ايمن كيفاش حنا لبنت لنا شي بلاصه نخليوها شوف كتبان لنا شي بلاصه كيمشيو كيعجبو عليها حاطين فلوسنا ما خاصنا نسقلو حتى بلاصه في البيسين هذا خليه بحال هادي انت دري شي بلاصه ولا شي لعيبه شوف بلا ما ندير بزاف فريهم بلاصه بلاصه خطيره طبيعيه بلاصه هاي ايمن نبطو نبطو شد لي يا اخي ما خايفش على التليفون لا واش اجو معايا الدراري اجو معايا اجي تعيشوا معايا اللحظه ايمن هبط اصاح شوف 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 بالبالة أو السعي من جيش مرح لكم هنا كيفاش بلانا؟ كيفاش بلانا؟ أنا ما كنشوف والو كيفاش كتشاعب؟ طاب بغيت نجي ندوي معاك عرفتي بحال انا فشي بلاصه طبيعيه زوينه بزاف والماء واش مشى ضاربه بينو تبانو زوينين بالك طاري كيفاش بلاصه شوف بلاصه زوينه بزاف وريهم وريهم الفيو ها انتوما لا 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 هاد العيبه هاد العيبه الفيو هاي كامل اجي نزيدو نضحكو ندوروكم هنا هاد السيسينا عرفتي في اي لقطه يطيح لي التليفون مشى الفلوق مشى كلشي حيت التليفون عندي مهرس وهي هادشي اللي كنشوف وما كانش مهرس هاني راه واخا نخشيو في الماء ايمن ما زعمش يخشي التليفون انا ايمن ما زعمش يخشي التليفون عند برود دريف واحد بوشيطه ديال الماء من عند واحد خونا وديريكسيون لي طوبوغون غنبلبلوها تما وريم وريم البلاصه ديال وريم البلاصه ديال طوبوغون البلاصه ديال لي طوبوغون ايمن باش عجبني ماشي خافش من لي طوبوغون هي باش عجبتي ناس ارجع عندي شو عمر ديال الزرانه قال لهم جيري حاجه ما كاينش نريك قال لهم داك الطوبوغون مظلم شوف طبق المظلم غنصوروا فيه غنصوروا فيه غتبلبل كليك ثاني حاجه هو انه فلوغ ما عمري ما درتو كنت كنسحب ليا غادي نبقى حسان من معي من الفلوغ احنا ريحنا هنا فواحد البلايصه دابا غتريحت هادي بلاصه يا هادي تريحت المره الاولى بحال هكا دك 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 لا لا ما يقصر وين احسن وين شو ما جاو ديرو هنا شوف غير قصه الصاف
سندويتش بحال ما هكا هنا باش لا طاحو سرد حتى كلشي هنا تجبل الاضاءه مزيان التحيه اللي مترناجو هاتوما ايمن داخلكم للكليسه كي جاتك ايمن الكليسه مازال ما جرتهاش ولا من نظره شوف واحد النظره والله تناضي خطيره باش تجي من هاد البيسين فهمتي في داك الشيء بالحجار وكذا تيبان لك انه طبيعي انفس قول لهم الفوتو هذه طريحه دوليكس 5 5 خاصك عشا عويصير هنا ولكن حنا ما يمكنش نشريو العارض نورمالمون خاصك فهمتي نرسلو شي نوع فين نسولي باش تشوفوا الجا عندي الحق احنا ريحنا لكم هنا الناس ديال الهاي كلاس وكذا انا بلاتي دابا هكا دابا تفتحتيش ما درتي والو صافي مابقاش نهضر غنبقى نشوفها متسخر حتى قلب ليهم يشوفوا اوبلا اش كدير هنا بليسا دابا خاصنا هنا يا اما مليون 3 مليون اجلس لي مليون 1 مليون 2 مليون كنديروا هنا شي تحدي وغير مثلا صافي قادر معانا قالنا ممنوع شوار في السكيت سرنا البلاصه هنايا وسرنا ديك البلاصه اللي عاودت دابا خير واحد لما كانش يجي يجلس هنايا في الزوبيه باش يجي اصلا ولاش 160 درهم خاصها كيفاش؟ 100 درهم خاصها تخرج درجه 160 درهم هادشي انا ما قطعناهش هادشي العشرة دينا من الهين في العمال لهيه وخلينا كاع هاد البلاصه هادي عرفتي ركزنا الدراري غير على لي طوبوكو وديك البلاصه فين ريحنا ونسينا انها هنايا البلباله ايمن شيش طايحه شيش طايحه على حتى الله رشحه سخونه والله رشحه سخونه اجي اخويا اجي انا خونا اجي اجي هذه اول حاجه اجي فين غادي ندير الطواليط بالرجوله والله حتى غادي الطواليط قلت له البول في الماء ما بغاش شوف تنبول الدراري في البيسين شوف كاين هذا حشمت فهمتي بيسين ناضي لا شوف رايت هانيا بالبالة امين شوف راه مازال ما شفتش بزاف د الحوايج في البيسين هو انه كاين هاد القنت هذا كاين هذا هنا كاين بزاف ديال ديزاكتيفيتي لا دراري اكثر واحد معنا في فرنسي فكرني في ديك اللعيبه اللي كنتي قلتي طلعوها بريتيغي بريفيري جابغي يطلع على واحد خونا قال بريفيري صدق قال هو بريتيغي المهم كما قال لكم ايمن انا كاينه البلاصه الدراري الصغار البلاصه ديال الدراري الصغار طور عليهم بزاف ديال ديزاكتيفيتي راه مازال ما شفتهمش هاد البلاصه هاد الرسخونه الدراري عشي رجليه هنا كاين القهاوي بارتوني غير سموهم العيباش الناس اللي بغا تشرب قهوه ولا تجي مع العائله وما بغاش يجي مع صاحبته كذا تا شوف بغا يجي مع مرتو حنا تنهضروا غير في الحدا بغا يجي مع مرتو مرحبا به وهنايا الدراري البلاصه ديال الدراري الصغار شتو كي دايره البلاصه واعره البلاصه ديال الدراري الصغار احسن من البلاصه ديال الكبار والتساقطات وكذا والقهاوي واي حاجه فيها الفلوس الامير مزير لينا ندخلوا معاه اي حاجه فيها الفلوس لا ماشي القهوه هرب 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 اجي على شعربي نسردوا رجلينا على السخونيه وا دابا مزيان دابا مزيان سيسي بالدقه صافي رجع قلت لكم اي حاجه فيها الفلوس انا وايمن لا زعما تقول لي ندخلوا للقهيوه ولا الريستوران بحال ما كاين امين دابا كيبان ليهم شي واحد كيف لوغي كيقول لها اجي صورني صور خطر امين جا هنا ما شوف امين قلت له شنو صاط مزير كاين اللي ما كاين لا تزيرت الدراري فين قال لك؟ بغيت ندخل الطواليط كنت بغيت نقول لهم ادري في لابيسين ولكن فهمتي صافي احتراما وكذا احتراما للماء اه خاصك خاصك نشوف شوف 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 نقول لك شوف مازال غنجيو لهاد البلاصه هادي كامله ومازال غادي نجيو حتى لهاد البلاصه هادي
ان شاء الله ان شاء الله راه ترى 160 درهم غنخرجوها. امير ما مولفش كيمشي بالحفاه في دارهم. جا شوف الحمام الحمام شلرت كيفاش غندير اش غندير كل باغي ندخل للطواليب ديال العيالات. والله الا كنت غندخل ديال العيالات انت اخي كون دخلتي تما. الله 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 سخونه. سير سير دخل الله دخل سير با امير دابا. ايوا اصبر يا صاحبي دفع. لا لا ما تخافش تاخروا معايا نبولوا يدخلوا شويه. ويلي انا شكون هو الرقم جوج قال لك كاع ماكش مربوط استخدع داخل تا هو دابا دخل الباروك الباروك وحطيت لهم واحد الكيكه. دابا المشكل ماشي هنايا شويه فوق كيكه كبيره ولا صغيره. المشكله ماشي هنايا فاش كنبرك في لاشاص ما بغاش تهبط. كنقول له الله كنقول له الله زربتي عليها زربتي عليها. كنقول له الله حفظك الله حفظك كاع هبطي اخر مره زربتي عليها بالزربه. اشوف داك الشيء اللي درتي به اه تبان دخلنا انا على الدريات. المهم الدراري والبنات حد الساعه البارت الاولى ديال الفلوغات سالي هنايا. تسناو البارت الثانيه اللي غنكتشفوا فيها لي طوبوغون وايمن وغنديروا بكم واحد الدوير على البيسين كامل. ما بغيتش نطول لكم الفلوغ يجي فيه واحد نص ساعه ولا اكثر. داكشي باش قررت ندير لكم البارت الاولى والبارت الثاني اللي غنلوح لكم ان شاء الله مورا الفلوغ. ما تنساوش اهم حاجه ان الفلوغ اللي صورنا عن ايمن غتسيبوه في الديسكريبسيون. دخلوا تفرجوا فيه ولاشين ديال ايمن في الديسكريبسيون. وحتى الفيديو اللي قلت لكم صورناه شحال هادي فيديو اللي كان عباره على رياكسيون كنت صورته مع شحال هادي غتسيبوه في الديسكريبسيون. دخلوا جمعوا على شي كامل وان شاء الله ايمن يوصل 100000 قريب ما بقى ليه والو. كان هذا هو الفلوغ ديال اليوم. ما تنساوش تهلاو ليا فريوسكم. بيس اند لوف.